تحتل دولة الإمارات المركز 16 عالمياً والأول إقليمياً على مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، مدعومة باستراتيجية وطنية حتى العام 2031. ومن هنا يبدأ دور الشباب الإماراتي بدعم هاي الاستراتيجية وتعزيزها بشتى المجالات لرد ولو جزء بسيط من الجميل لهذا الوطن المعطاء. سعيدين بوجودك معنا اليوم دكتور عبد الله في برنامج ثروة وطن، واليوم نحن نعيش أجواء واحتفالات اليوم الوطني 52 في دولة الإمارات. بهاي المناسبة أنت كشاب إماراتي شو حاب تقول وشو يعني لك هذا اليوم؟ شكرا جزيلا أخوي محمد على حفاوة الاستقبال، وفي البداية نذكر من يطيب ذكره دائما الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه وأخوانه المؤسسين اللي بسبب جهودهم وصلنا لما وصلنا إليه اليوم كدولة الإمارات. طبعا أنا جدا فخور وكلي فخر كوني واحد من شباب الإمارات. أكيد، ونحن كلنا فخر فيك دكتور عبد الله وبكل شباب دولة الإمارات. دكتور عبد الله، القيادة الرشيدة في دولة الإمارات قدمت كل سبل الدعم للشباب في شتى المجالات، أنت بالنسبة لك هذا الدعم شو يعني لك في دولة الإمارات كشاب إماراتي؟ طبعا الدعم هذا يعني لي الكثير. بشكل عام أنا اليوم كفرد من أفراد دولة الإمارات وصلت لما وصلت له بسبب كل الدعم اللي وفرته قيادتنا الرشيدة، من كبداية من الدراسة وإلى حتى الوصول إلى تأسيس سواء شركة أو المشاركة في المحافل الدولية. دكتور عبد الله، الحين بنتكلم عن بداية دخولك في الذكاء الاصطناعي ودراستك إلى الدكتوراه، كلمنا عن هذا الشيء. طبعا البداية كانت في عام 2016 يوم التحقت في برنامج الدكتوراه اللي كان بين معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا ومعهد MIT في أمريكا اللي يعتبر واحد من أوائل المعاهد على مستوى العالم، وهذا كله بفضل قيادتنا الرشيدة اللي تؤمن بالاستثمار في الكوادر البشرية، وهي اللي طبعا وجهت أن يكون في عندنا معاهد قوية جدا في الإمارات وتخدم على مستوى العالم. دكتور، متى بدأ الشغف عندك بتعلم الذكاء الاصطناعي؟ كان تقريبا في عام 2014 أول ما خلصت رسالة الماجستير، لاحظت أن في توجه وطلب كبير على المهارات الخاصة بتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي. وبالتالي أنا طبعا يوم خلصت الماجستير خلصته كان في تخصص الهندسة الكهربائية وماينرينج في الكمبيوتر ساينس، فلاحظت أن في طلب كبير على المهارات الخاصة بالذكاء الاصطناعي وتوجهت ولله الحمد. ومثل ما ذكرت أن عندنا المعاهد والجامعات اللي تخدم هذا المجال في دولة الإمارات وبديت الدراسة فيها. دكتور عبد الله، تتبنى دولة الإمارات استراتيجية الذكاء الاصطناعي في شتى المجالات، أنت اليوم كباحث في هذا المجال كيف تشوف دورك؟ طبعا دوري كباحث يتلخص في أن أنا أشوف وين المجال اللي يحتاج أنظمة تحليل البيانات وأنظمة الذكاء الاصطناعي، أحاول أطور منها طبعا سواء في كبحث أو كتطبيق أو أيضا كتأسيس شركة، وهذا شيء من الأشياء اللي أنا طبعا قمت فيها سابقا ولله الحمد، وهذا كله بدعم وتوجيهات قيادتنا الرشيدة في دعم الكوادر بأنها تتطور وتأسس مشاريعها وتستخلص مشاريعها أيضا من المناهج العلمية مثل ما أنا قمت بهذا الشيء. دكتور، كونك باحث ومحلل بيانات في الذكاء الاصطناعي، كيف تشوف المستوى اللي وصلت إليه اليوم دولة الإمارات في الذكاء الاصطناعي؟ طبعا اللي وصلت له اليوم دولة الإمارات هو ترجمة لما قامت به قيادتنا الرشيدة من دعم لا محدود في شتى المجالات. طبعا اليوم تحتل دولة الإمارات المراكز الأولى في شتى المجالات، منها طبعا الصحة وأيضا التعليم وغيرها الكثير من المجالات مثل مجالات الذكاء الاصطناعي. نعم دكتور عبد الله، هناك مبادرات كثيرة تم إطلاقها في دولة الإمارات تدعم منظومة الذكاء الاصطناعي، كلمنا عن هاي المبادرات والمشاركات اللي أنت شاركت فيها وأهم الجوائز اللي خذيتها من خلال هذه المبادرات في من خلال حياتك الشخصية. طبعا في دولة الإمارات شفنا ونعيش الكثير من المبادرات الخاصة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي،
ومن هذه المبادرات يوجد أيضا مسابقات كثيرة. فمثال ذلك حصلنا على مسابقة كانت برعاية وزارة الاقتصاد، أخذنا المركز واحد من أفضل أربعة Emerging Technology Startups في دولة الإمارات. بالإضافة لذلك أخذنا هاكاثون الإمارات ولله الحمد لثلاث سنوات على التوالي. وأيضا يوجد مبادرة اللي هي الهب 71 Incentive Programs اللي تدعم أصحاب المشاريع التقنية في دولة الإمارات بالإضافة لذلك. جميل، إذن مشاركات كثيرة قامت بها دولة الإمارات لدعم الذكاء الاصطناعي والاستفادة من هذا النظام. الحين دكتور عبدالله بنتكلم عن منظومة التعليم في دولة الإمارات. طبعا نفس ما تعرف دولة الإمارات تهتم اهتمام كبير في التعليم ودائما تسعى أن تطور هذه المنظومة. الحين لما نتكلم عن الذكاء الاصطناعي، كيف تشوف الذكاء الاصطناعي دعم منظومة التعليم في دولة الإمارات؟ طبعا كشاب إماراتي أنا أفخر جدا بذكر أن في دولة الإمارات تم تأسيس منظومة جيس واللي هي Large Language Model أو نظام اللغة الكبير اللي يدعم الذكاء الاصطناعي وتوجهات دولتنا الرشيدة في دعم منظومة التعليم وغيرها من المنظومات. وذلك طبعا برنامج جيس على سبيل المثال تم تأسيسه أو تم تطويره من قبل شركة جي 42 وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وبالشراكة مع سيريبرس سيستمز. تدعم منظومة جيس شتى أنواع التطبيقات الخاصة سواء بالتعليم، كتابة النصوص، كلارج لانجوج موديل ممكن تساعد في أكثر من شيء. بالإضافة لذلك طبعا تركيزا على دعم منظومة التعليم في دولة الإمارات. أين ترى مستقبل الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات؟ نرى أن مستقبل الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات هو مستقبل مشرق بإذن الله. حسب توجيهات قيادتنا الرشيدة نرى بإذن الله أن الذكاء الاصطناعي سيتم تصديره من دولة الإمارات وليس فقط استيراده. دكتور، نحن جدا سعيدين بوجودك اليوم معنا في برنامج ثروة وطن. نصيحة أو رسالة حاب توجهها لكل الشباب اللي اليوم يتابعونا عبر برنامج ثروة وطن. رسالتي لكل شاب أن أهدافك دائما لازم تتمحور حول خدمة وطننا الغالي. لا تنتظر أن حد ثاني يصنع الفرق، اصنع الفارق بنفسك. شكرا لك دكتور عبدالله، سعيدين جدا بوجودك اليوم معنا في ثروة وطن ونتمنى لك كل التوفيق. استمر الدكتور عبد الله في تقديم أبحاث لتطوير نفسه وشركاته ومشاريعه، وما زال يطمح لتحقيق مزيد من النجاح في خدمة هذا الوطن.